جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار، هلموا جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار، هلموا جميعا وشدوا السواعد، وكونوا كعمر وسعد وخالد، هلموا جميعا وشدوا السواعد، وكونوا كعمر وسعد وخالد، وأنتن صغيرات لكن التحية، أرافكن عائشة والحرة سمية، والحرة سمية، والحرة سمية. هلموا جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار، هلموا جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبائي الصغار إلى حلقة جديدة من برنامج القصص الجميل شموس لا تغيب. واليوم سنتعرض ونعرض من خلال هذه الحلقة من برنامج شموس لا تغيب، الذي نتعرف من خلاله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنتعرف على صحابي جليل عظيم اسمه مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا يا أحبائي كان يعيش في مكة، وكان شابا جميلا وسيما ذكيا فطنا، وفي نفس الوقت كان منعما ومعطرا، دائما رائحة العطر تفوح منه، فكان يطلق عليه كان مصعب أعطر أهل مكة لكثرة ما كان جميلا ومعطرا. هذا مصعب بن عمير يا أحبائي سمع بدين الإسلام، وسمع أن هناك رسولا يدعى محمد صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يذهب ليتعرف على هذا الدين. وكان المسلمون في ذلك الوقت يجتمعون في مكان اسمه دار الأرقم بن أبي الأرقم ليتعلموا الدين العظيم، هذا دين الإسلام يا جنى. نعم، فذهب مصعب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ليعرف ما هذا الإسلام، ومن هذا الرسول، ماذا يريدون. فانشرح قلبه للإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أحسنتم، وأن محمداً رسول الله، فدخل في الإسلام. ولكن مصعب كان يخشى من أمه. لماذا؟ لقد كانت أمه قوية، كانت ذات شخصية قوية أمه، فكان يخفي عنها إسلامه، لم يقل لها أنه أسلم خشية أن تغضب منه وتعاقبه، فكان يذهب سرا ليتعلم دين الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وفي يوم من الأيام رآه رجل يدعى عثمان بن طلحة، رآه مصعب يذهب إلى دار الأرقم ليصلي مع المسلمين ويتعلم الإسلام، فذهب هذا عثمان سريعا إلى أم مصعب ليخبرها بأن مصعب قد أسلم ودخل في دين الله. فغضبت أم مصعب غضبا شديدا، كيف يترك عبادة الأصنام ويذهب إلى هذا الدين الغريب الجديد؟ فغضبت عليه غضبا شديدا وأخافته وهددته بأن تمنع عنه كل هذه النعم إن لم يترك هذا الدين. فأصر مصعب على هذا الدين، وحبسته أمه في البيت، ومنعت عنه الطعام والشراب أحيانا والخير والنعم الكثيرة التي كان يتنعم بها، ومنعته من أن يذهب إلى الناس ويخرج كما كان مصعب هذا الجميل الوسيم المعطر، منعته أمه على أمل أنها تفوز بثنيه عن دين الله، أنه لا يخرج من دين الله ويعود مرة أخرى لعبادة الأصنام، يعود كافرا كما كان. ولكن مصعب أصر
ورفض هذه الدعوة من أمه، وحاول في يوم من الأيام عندما سمع أن صحابة رسول الله يهاجروا، فذهب وخرج وتحايل على أمه، واستطاع أن ينتهز الفرصة ليذهب ويخرج من هذا الحبس الذي حبسته أمه ليلتحق بالمسلمين. وبعد أن ذهب وفعلا التحق بالمسلمين، عاد مرة أخرى فحبسته أمه وهددته مرة أخرى. فماذا كان من مصعب؟ ما كان منه إلا أنه قال لها أن أي شخص سيمنعه من أن يخرج سيؤذيه، ربما يقتله. فخافت أم مصعب أن يفعل ذلك، فقالت له: اذهب، لست لك أما، يعني أنا ما عدت لك أما. أنها غضبت عليه، ولكنها غضبت عليه لأنه أسلم. لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لن يطيع أمه، إنما سيطيع الله ورسوله. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقدم شيئا لهذا الدين، لهذا الإسلام، يريد أن يخدم، لأنه يريد أن يذهب في نهاية المطاف إلى أين؟ عندما يلقى الله، إلى الجنة، أليس كذلك؟ يذهب إلى الجنة. وبالتالي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ذكيا وكان صاحب علم وعقل وأخلاق عالية، اختاره لأن يكون له سفيرا إلى المدينة المنورة ليدعو الناس في المدينة إلى الإسلام. فكان مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. ذهب مصعب ليدعو الناس إلى الإسلام في المدينة، وقد دعا وقد علم الناس ووعاهم ونبههم لهذا الدين العظيم الإسلام. وجاءه بعض كبار القبائل في المدينة المنورة يريد أن يمنعوه من نشر هذا الدين، ولكن مصعب رحب بهم وطلب منهم أن يجلسوا ليستمعوا لشيء من هذا الدين العظيم. فما كان منهم إلا أن أسلموا، شرح الله صدورهم للإسلام وهداهم الله تبارك وتعالى للإسلام، وأصبحوا جنودا لهذا الدين. فذهب مصعب، لم يكن في المدينة إلا عدد قريب من المسلمين، وعاد بعد بيعة العقبة الأولى. هناك بيعة اسمها بيعة العقبة الثانية، أحسنتم. عاد ومعه 70 من المسلمين، عادوا لرسول الله، أصبحوا مسلمين 70. الله، عدد كبير. وكلهم أسلموا والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعوه على السمع والطاعة بعد أن أسلموا. وقد شارك مصعب بن عمير يا أحبائي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. وفي معركة أحد تعرفون المسلمون بعد أن اقتربوا من النصر، كان هناك مجموعة اسمهم الرماة، كانوا يحموا جزءا من ظهر المسلمين. هؤلاء عندما رأوا أن المعركة قد اقتربت تركوا أماكنهم، بعكس ما وصاهم رسول الله، قال لهم لا تتركوا أماكنكم، تركوا أماكنهم ليذهبوا ليحصلوا على الغنائم، الأشياء التي يحصلوا عليها في المعركة. فتركوا أماكنهم، فاستغل المشركون الكفار هذا الشيء وهجموا على المسلمين. هجموا وأصبحوا من كل حد وصوب يقاتلون ويقاتلون ويريدون أن يذهبوا لرسول الله حتى ينتهوا منه ويقضوا عليه. فعندما رأى مصعب بن عمير، رأى أن المشركين قد اقتربوا من رسول الله، حمل الراية وأصبح يصول ويجول في المعركة حتى يبعد أنظار المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه مشرك محارب فارس قوي من الكفار، وضرب مصعب بن عمير في يده اليسرى ضربة قوية فقطعت يده التي كان يحمل بها الراية، فحمل الراية بيده الأخرى وبدأ يلوح بالراية
ويحاول أن يذهب هنا وهناك. فهذا ابن قميئة ضرب بسيفه يده الأخرى، فوقعت يده الأخرى، فحمل الراية، تعرفون الراية يكون فيها عصا كبيرة هكذا، وضعها بين عضديه هكذا، حمل الراية. فهذا ابن قميئة رمى بسيفه أو رمى ربما برمحه، وطعن مصعب بن عمير في صدره، فسقط مصعب شهيدا، سقط شهيدا في هذه المعركة ليدافع عن رسول الله وعن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقط مصعب شهيدا وانتهت المعركة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبائي يتفقد الشهداء والجرحى في هذه المعركة الصعبة، جاء ليتفقدهم، فماذا وجد؟ وجد مصعب بن عمير وقد مثل المسلمون في جسده، أي أنهم شوهوه المشركون. وجد مصعب بن عمير وقد شوه المشركون جسد مصعب بن عمير، فبكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يحب مصعب، بكى عليه وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وودعه رسول الله بعد أن بكى عليه، ودعا له بالرحمة، وأوصى بزيارة قبره. هذا مصعب بن عمير يا أحبائي، هذا صحابي رائع عظيم من صحابة رسول الله، الذي أصر أن يترك رغد العيش ويترك المال ويترك النعم الكثيرة، وكان يمشي أحيانا في ثياب بسيطة، باع الدنيا، ما يريد الدنيا. لماذا؟ لأنه يريد أن يرضي الله ورسوله، يريد أن ينشر هذا الدين العظيم حتى يفوز بالجنة. وإن شاء الله قد فاز، وإن شاء الله تعالى أنه نلتقي في مصعب وفي صحابة رسول الله ومن قبلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهداء أين؟ في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله مع صحابة رسول الله نلتقي في الجنة. هذه كانت حكايتنا اليوم عن هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير، ونتمنى أن كل واحد من أبنائنا يحمل اسم مصعب، أن يتحلى بأخلاق مصعب وشجاعة مصعب وعلم مصعب وأخلاق مصعب ورجاحة عقله. نريد كل مصعب كمصعب بن عمير، وأنتم فيكم الخير الكثير. والآن يا أحبائي لا شك أنكم ستسمعوننا مع جنى أنشودة جميلة عن مصعب بن عمير، صحيح؟ نعم؟ إذن فلنستمع لمصعب بن عمير ونشنف آذاننا بهذا الكلام الجميل وهذا النشيد العذب. تفضلي يا جنى. هلموا فأنتم للحق منال. مع خير.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هلموا جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار. هلموا جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار. هلموا جميعا وشدوا السواعد، وكونوا كعمر وسعد وخالد. هلموا جميعا وشدوا السواعد، وكونوا كعمر وسعد وخالد. وأنتن صغيرات لكن التحية، أرافكن عائشة والحرة سمية، والحرة سمية، والحرة سمية. هلموا جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار. هلموا جميعا يا أيها الصغار، هلموا فأنتم للحق منار.